اهلا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم في حضره المساء. والشعر دائما هو لسان حال الامم، والشعراء هم دائما اللي بيعبروا عن قضاياهم وعن مشكلاتهم وعن مختلف التفاصيل اللي بتكون بتمر بهم في حياتهم. فدائما بنلقى شاعر بيحمل هم وطنه او بيحمل هم مجتمعه او غيره من القضايا اللي ممكن يكون مهموم بها الشاعر. صحيح، واحده من الاشياء الجميله في الشباب السوداني بعد ما صنع ثوره ديسمبر المجيده انه واصل على ذات النهج من أجل أن يسلط الضوء على قضايا المناطق المختلفة في السودان والتي عانت من الكثير من المظالم التاريخية. حنكون مع ضيفة عزيزة، حنتكلم في الشعر وحنتكلم في قضايا بتهم الوطن بكل تأكيد. سعيدين نكون ضيفتنا في هذه الفقرة الأستاذة الشاعرة سميرة حسن خليفة. سميرة مرحبا بك، مشرفانا ومنورانا، سعيدين بوجودك معنا في قناة البلد. اهلا ومرحبا بكم، واتمنى اكون خفيفه على الساده مشاهدي قناه البلد الفضائيه. مساء الخير عليكم. سميره، بدايه قبل ما ندخل معك في اي تفاصيل، المراه والابداع وكين لعمله واحده، دائما السيدات مبدعات، يعني اي حاجه بيمسكوها بيتقنوها، فبرضه ورينا يعني كلمينا اكثر عن جانب الابداع عند النساء. هي المرأة السودانية منذ زمن بعيد جدا في المجال الابداعي، في المجالات عموما، فصوت المرأة في الوقت الحالي فبقى مسموع يعني. أكيد. طيب نسمع حاجة يا محمد؟ نسمع. أبكي يابا ونحن ناس يا أبوي غلابة، لا حكومة تشوف وضعنا، لا نداءات مستجابة، البلد أوجاع زايدة، يومي تفقد فيه شبابه، وإنت ما هين وحاتك، إنت عنوان الطيابة، أبكي كانت دمعة تنفح تغسل أوجاع التعابة، وأبكي يابا يابا نحن حلمنا نبني، نهزم الهم والكآبة، ونحن كل خريف نعاني، ما في شر من السحابة، حق نحن برانا نعرف نجتهد بكل صلابة، البلد محتاجة نبقى للوطن عزة ومهابة، والخريف الجاي ينزل خير مدفق للغلابة، وأبكي يابا وكل عام يا أبوي بنبكي، البلد يا يابا مايل، الصغير اللي في المدارس ليهم ووالديه شايل، واللي بيقرا بعد يخلص، الشباب يا يابا عاطل، في اللي بيعمل بضميره شان بلاده دوام مناضل، في اللي بيكذب وديما يهدم في كلمة الحق يجامل، وأبكي يابا شان دموعك يابا صادقة، أبكي يابا وكل عام يا أبوي بنبكي، إنه تتعدل المعيشة، كل عام يا أبوي نأمل إنه تتعدل المعيشة، ننسى وقفات الصفوف شان نجيب لي أمي عيشة، أي زول ما داير يسمع كم خلافات كم نبيشة، وأبكي يابا وجعة البلد اللي بتنزف، الشوارع يومي تحكي عن معاناتها وأساها، وكل عام يا أبوي وعودا إلا ما تحقق وفاها، كم زيارة كم وعودا خلت الحق في قفاها، والبلد يا أبوي حليلة بس تقول النيل جفاها، وأبكي يابا دمعتك يا ريت تمسح وجعة الفقدت جناها، وأبكي يابا وكل عام يا أبوي بتصهر موضة سلبية وغبيحة، حاجة جد يا أبوي تحير الخلق أبت النصيحة، والمناصب ساي مصهر في كراسيها المريحة، وأبكي يابا أبكي يابا وأدعي يابا شان دموعك يابا صادقة، وأدعي أنتو إنه تبقى بلدنا جنة تتهزم كل المشاكل، والسلام يسكن ربوعة، يبقى ما في حروب قبائل، نتفق نرفع بلدنا راسنا مرفوع في المحافل، يا وطن ليك التحية، يبقى ديما العدل حاصل، يا وطن ليك التحية، يبقى فيك العدل حاصل، تحية للسودان جميعا، يبقى ديما العدل حاصل، لا دموع محتاج نشوفها تبقى في الدول الأوائل، وأبكي يابا. سلام يا سميرة، بكل تأكيد جميل جدا أن الشاعر يكون مهتم بقضايا وطنه في المقام الأول، ولكن يعني سميرة بس متخصصة في جانب معين من ضروب الشعر ولا برضو بتكتب في مواضيع مختلفة ومتنوعة؟ ما متخصصة في جانب معين، الكتابات هي مختلفة في جميع الضروب، يعني على حسب الحاجة اللي احنا بنعيشها، لكن هي القضايا في الفترة الأخيرة ذاته ومعاش الناس والوضع الاقتصادي المدهور اللي بيعيشه المواطن السوداني، والحاجات دي هي بتتغلب على الجوانب الثانيه. طيب نحن برضو يعني شاهدنا او تابعنا انه انت قضيه، انت واحده من ابناء منطقه المناصير، وكل الناس عارفين القضيه الكبيره اللي كان بيعانوا منها المناصير لفتره طويله من الزمن،
وانت كنت مهمومة جدا بالقضية دي واخدت حيز كبير من كتاباتك، برضو كلمينا عن الجانب ده. القضية بتاعت المناصير هي قضية كبيرة شديد. لا، عن اهتمامك انت بيها. الاهتمام في الجانب الشعري. ايوه، انا كتبت عدد كثير من القصائد، يمكن حتى كتابي بتاع ديوان الشعر اللي انا شغال عليه والان هو اسمه بين النيل والعقرب، يعني دي واحده من القصائد اللي بتتكلم عن اطفال المناصير. الفكره شنو بين النيل والعقرب؟ اشرحي لنا اكثر. بين النيل والعقرب هي واحده من القصائد اللي كتبتها انا، اللي هي اتعمل سد كبير في السودان، التنميه بتاعته وصلت لمناطق متعدده. الحته اللي كانت تاثرت بالسد دي كان ضحاياها انه الاطفال اللي ما بيموت في النيل غرقان بتلدغ عقرب وبيموت. طيب نسمع حاجة عن الموضوع ده. طيب نسمع عشا، وعشا دي هي طالبة بتقرأ في الصف السادس، يتوفت برضو بلدغات العقال. نسمع. البلاد يا عشا باكية وما في مسؤول بها حسة، لا حكومة الثورة نصفت، الضماير نايمة لسه، والانقلاب حيجيب حقوقها ولا عدالة عليها ترسى، والضمير يا عشا غايب والبيلقى السلطة بينسى. الطبيعي السد بعمر للبلاد الغرقوها، للبلاد الضحت اصلا يا اخي قلاها كرموها، وين اراضينا القديمه؟ وين حقوقنا تضيعوها؟ طفله كانت شاطره جدا دايره تقرا عشان ابوها، دايره تبقى طبيبه ناجحه شان تعلم برضو اخوها، شان بلد مليانه وجعه والحكومات اوجعوها، شان بلد ما فيها مسؤول والكراسي اللي ما بتخدم كلهم يتعاقبوها، اي ايد بتفتش الحل ليه بنسمع ابعدوها، الحلول ما بتبقى أمصال، الكهارب وصلوها، المشاكل الزايدة يومي، الطرق ياخ سفلتوها، ما نعاوزين سلطة نحنا، الكراسي تقاسموها والعدالة ما في أصلاً، ياتي يوم حتنفذوها والعدالة ما في أصلاً، ياتي يوم حتنفذوها. طيب سمير، أنت برضو ناشطة إنسانية وناشطة في العمل الطوعي، كلمين عن تجربتك دي ومدى تأثير أيضاً على قصائدك. العمل الطوعي او العمل العام، نحن من خشينا في الجامعه ما على مستوى المنطقه بس على مستوى ولايه نهر النيل، لانه انا ساكنه هناك يعني. فالنشاطات الاجتماعيه بقت جزء اساسي من حياه اي انسان، يعني انت المجتمع اللي بتكون متواجد فيه تاثيرك الايجابي اللي هي بصمتك انت في المجتمع. الحاجه الثانيه انه انا في الحقل الاعلامي، الاعلامي برضو عنده رساله، هي رسالته انك ما انك تقدم ماده اعلاميه وخلاص، انت عندك حاجات ثانيه ممكن تعملها. نحن كشباب اللي هي على مستوى المنطقة شباب وطلاب بنشتغل الحاجات دي على مستوى الولاية عبر شوارع الحوادث، عبر الأجسام الخيرية المختلفة. جميل. طيب أنت من بنات الولاية الشمالية وتحديدا من منطقة المناصير، البيئة والمناخ بتاع الولاية الشمالية اكتسبتي منهم شنو في الشعر، في تجاربك الإنسانية عموما؟ أنا من أسرتي ذاتها حبوبتي وأبوي الله يرحمه، دي الاثنين هم شعراء يعني في المجال ده ذاته. البلد، النيل، النخيل، الحاجات دي الانسان يبني بيته يعني، حتى المفردات من الطبيعه وكده. بعد ذاك الحاجات اللي حصلت في البلد هي بتكون شخصيتك. طيب نتكلم عن المشاركه في المنابر المختلفه، تجربتك من خلال المنتديات ومن خلال الحفلات الجماهيريه ايضا. الحفلات الجماهيريه اغلبيه المشاركات في ولايه نهر النيل طبعا، لانه انا مقيمه هناك، عبر التخاريج، كرنفالات التخاريج، البرامج، الحفلات الجماهيرية على مستوى المسارح في كل المحليات، جزء بسيط هنا في الخرطوم. عندك مشاركة برضو عن كأس العالم، يعني كأس العالم هو حدث عالمي الناس كلها يعني تناولته بطرق مختلفة، وانت تناولتيه من خلال الكلمات، اتكلمتي عن يعني مدى يعني قدرة غطر على انها تنظم المهرجان الكبير ده، برضو لو تدينا جزء من القصيدة اللي كتبتيها في الموضوع. كأس العالم أنا ما زول مهتمة شديد بالمجال الرياضي، لكن يعني كنت متابعة بدقة إنه كأس العالم أول مرة في دولة عربية، الترتيب والتنظيم اللي قامت به وغطر هو مفخر لنا كلنا يعني في الدول العربية والإفريقية. فمقطع روعة الترتيب يا غطر، الفنادق واقفة أعلام في السحاب تنطح رايتها، ومهما جات الخلق ازدحام في غطر تلقى مكانتها، روعة الترتيب يا سلام، أدهش العالم لوحته، وللبلاد العربية من جم فرصة شان تعلن وحدتها، للبلاد العربية من جم فرصة شان تعلن وحدتها، ومن ربح سوداننا الجميل ننتظر فوق نار لعبتها، من بلادي الأجمل بلاد ليك سلامي وليك محبتها، البلاد المليانة خير بكرة نبنيها تكون تمام، طمهب
تفيق من وجعته ويبقى كاس العالم هنا بجمالنا وبلهجته. ويلا كاس العالم نشوف روعة الترتيب والنظام رغم إنه وطننا موجوع إلا ندعمكم بالكلام. شكرا لك شاعر سميرة حسن خليفة، شرفتينا ونورتينا وتحية لك، وحنا بنكون دائما سعيدين بكل المبدعين الشباب من كل مناطق وولايات السودان المختلفة. نشكرك على حسن حضورك اليوم، شكرا لك. شكرا. وأنا حابة أحيي كل أهالي بولاية نهر النيل ومنطقة المناصير، وبحيي الزميلة الأستاذ صحفية سويبة الأمين، وهي كانت متابعة معي يعني وأنا في الشارع، طلبت مني قصيدة لكن صراحة يمكن ما توفقنا المرة الجاية إن شاء الله. أنا أقول الحمد لله عليه سلامة الوالدة المرة الجاية إن شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا. لسه متواصلين معكم مشاهدينا، لا تذهبوا بعيدا.